Allo IFM spécial Radio Campus saison 3 مع حسن بلواعر على IFM احلى راديو. IFM احلى راديو. مساء النور على السلامة, اهلا وسهلا بكم الناس كل معنا في موعد جديد من Allo IFM سبيسيال راديو كامبوس من توا حتى الاربع, جولة في عالم الدراسة الجامعية كالعادة مع ضيفاتي. بعد شوية تتعرفوا عليهم. رحلتنا اليوم باش تكون ان شاء الله الى دولة الامارات. انتم تسمعوا في Allo IFM سبيسيال راديو كامبوس سيزون 3 كل خميس وجمعة على IFM احلى راديو. اي نعم, كما قلت لكم منذ قليل في كي سمعتوني مع امين جلنزا في سبورشيك ولا في بدايه اللقاء نتاعنا, اي ماشي الامارات مش باش نعملوا شوبينغ ومش باش نحضروا على القريه العالميه ومش على مهرجان دبي للتسوق, اما باش نقراو ونحكيو على دوله تطور في سنوات قليله, في 5 سنوات عدد الطلبة الاجانب فيها من 70,000 تقريبا الى 220,000 طالب وطالبه اجنبيه. الدوله هذه اللي كما برشا دول اخرين زرناها فما خدمة كبيرة على المستوى متاع الشهيد متاعها وعلى مستوى التكوين وأيضا على مستوى التشغيل المتخرجين من هذه الجامعات. نحكيه على الدراسة الجامعية في الإمارات لكل العباد المهتمة. اليوم مع ضيفتي رانيا جهناوي شارجي دافير أكاديميك في أدويد. عسلامة رانيا. عسلامة حسين, شنو حوالك؟ الحمد لله. ليندا بوفيدن شارجي دافير أكاديميك في أدويد. عسلامة ليندا. عسلامة حسين, شنو حوالك؟ الحمد لله. شكون منكم زار الإمارات؟ حد ما زلتوا؟ حتى انا لا. ما عندي صاحبي يسلم عليه باي ذا واي ياسين شريف, مازال كي كان في الامارات يعني ما نعرفش قداش باش تحب له في الحاله اللي هو فيها توا. دونك مشى عدى راس العام الغديكا, دونك توا عندنا شهر تقريبا من اللي تعدى راس العام, مازال تحت تاثير الصدمه الحضاريه ولا الصدمه نتاع الجمال نتاع البلاصه والنظام وكل شيء. دونك في انتظار انه يعود الى الوعي. احنا تو نحكيو على الطلبه, نحكيو على كما قلنا دولة تتطور جدا على مستوى التعليم العالي, على مستوى عدد الطلبة اللي تستقبلهم. هذه ملاحظات لاحظتوها في إدجورد ليندا, انه كي تخدموا على ملف وعلى دولة باش تلوجوا دي بارتنير ولا باش تلوجوا شركاء ولا جامعات باش الطلبة اللي يجيوكم ويقصدوكم, يعني تشوفوا اسكو الدولة هذه قاعدة تطور في الخدمات الطلابية نتاعها؟ تشوفوا الدولة هذه قاعدة هي تهتم بروحها ان يتحول روحها الى قطب جامعي مثلا؟ بيه احنا كي جيونا بلوزيور ايتوديون يطلبوا على دولة معينة مع ليكيب لي سبيسياليزي في لي ريغيرش والبارتناريا, نزيدو نثبتو من الكاليتي نتاع القراية, اسكو بليت سيكوريزي ولا لا, اسكو باهية, كيفاش القراية فيها, شنية العيشة فيها, كيفاش تكون. بيان سور كي نتحصلو على المعلومات هذيا ونتأكدو اللي الدولة هذي مناسبة للقراية ومعنتها وللي زيتوديون بيان سور اللي يحبوا يمشيو فيها, دونك وقتها ندخلوها معنا في الليست نتاع لي زيتوديون نتاع الليست نتاع لي بلدان اللي نخدمو فيها عليها. فما ترتيب افضل يعني مثلا انا كي باش نحكي على دوله لوج مثلا كاليتي ديبلوم ما نعرفش مثلا ظروف العيش بعد الامن, يعني نحد امباريم شنو الحاجه اللي تحرصوا فيها وتحرصوا عليها برشا في إدجورد اللي فما مينيموم ما تطيحوش تحته مثلا باش تقترحوها كوجهه جامعيه للطلبه نتاعكم؟ اول حاجه بيان سور ليتوديون كي باش يمشي يقرا باش يلوج على الكاليتي دونسينيمون والكاليتي دو ديبلوم. توا دبي من احسن دي ديستيناسيون اللي نجم يقرا فيها ليتوديون وياخذ ياخذ ديبلوم ريكونو على ليشيل انترناسيونال. دونك اول حاجه نثبتوا منها هي الكاليتي دو ديبلوم و الكاليتي دونسينيمون. باه دونك دبي توا حاليا الديبلوم تاعها اللي ريكونو على ليشيل انترناسيونال. بيان سور نمشيو زاد للكوم تاع القرايه خاطر ليتوديون و لي بارون يثبتوا يركزوا برشا مع الكوم تاع القرايه, برشا توا يحسبوا اللي دبي غاليه في القرايه نتاعها والكل. نو بارابور ا دوتر ديستيناسيون في الاوروب ما تتسميش غاليه في القرايه. داكور بيان سور زيد نشوفوا اسكو بليت سيكوريزي ولا لا, كيفاش العيشه فيها باش كي يمشي ليتوديون يعيش غادي مرتاح, فهمت؟ الخدمه زيد نشوفوا فيها خدمه ما فيهاش. دونك ندخلوا بليت سويت ا بلوزيور دراسه كامله يعني بيان سور مش على سلامه انا مشينا حلينا الباب ودخلنا اما فما سامحني حسين فما طلب كبير برشا توا حاليا من لي زيتوديون من العباد تخرجت من العباد قرات
وما لقاتش معناتها مستقبل هنا، وكلهم برشا برشا دوموند كبيره ياسر على دبي. هذيك علاش احنا خممنا نخدموا عليها وندخلوها كديستيناسيون. كي الحكايه يقول لك نعمل انفستيسمون في حياتي، نمشي نقرا كان انا مثلا نجح جديد في الباك، ومن بعد يعني نسبه التشغيل تفوق 90% في مختلف الاختصاصات. يعني يقول لك ولا مثلا عامل ليسونس لنا يمشي كامل ماستر نتاعو، خاصه في تو بعد نرجعوا للاختصاصات المطلوبه اكثر على مستوى الدراسه وايضا على سوق الشغل. سهل رانيا انه نغير فكره الناس على دوله مثلا دبي سابقا ما كانتش معروفه كوجهه جامعيه، يعني ما هاني قلت انا شوبينج محواس توريزم تحتضن برشا مناسبات مؤخرا، يعني فتره المعرض العالمي القريه العالميه راس العام عبد، يعني مركبه في بالها انه الدوله هذه متاع مثلا سياحه وسياحه معارض وسياحه منتجعات. اليوم سهل انك تقدمها كدوله اصبحت يعني تحتل مراتب كبيره، وبعد نرجع للجامعات الدوليه اللي انستالي الغديكه، دونك سهل والا سيء المعلومه انتشرت عند العباد؟ هي بدات جوستومون تنتشر المعلومه او ديبي بالحق كامل الاول، ديما لي بارون كي يجيو بحدينا والا لي ستوديون كي نقترحوا عليهم الوجهه نتاع دبي، سي فري كو من الاول ساباريسي هكا يمكن حاجه غريبه شويه عليهم، ماهمش مستانسين بها، الوغ كو دبي اكتويلمون معناتها ولات اون ديستيناسيون بور لي ستود سوبيريور، كو سو سوا معناتها بالنسبه لان باشولي والا واحد عنده ليسانس يحب يكمل في الماستر، معناتها سي اون ديستيناسيون جديده. علاش معناتها هي جديده؟ خاطر توا جديده في القرايه، على خاطر توا دوبوي كلكو زاني معناتها دي زونيفرسيتي من العالم الكل جاوا حلوا فروع، معناتها عندهم فروع في اون اوروب يحلوا فرع في الامارات، دونك ولات اون نوفيل ديستيناسيون جديده بور لي ستود. Que ce soit maintenant réellement, pratiquement, dans les domaines alcool. Que ce soit par exemple dans le domaine du business, tout ce qui concerne le management, la gestion, la finance et tout ça. Ou maintenant, pratiquement dans les domaines alcool. Donc, on essaye de plus en plus, comme imagine un candidat, on essaie de présenter Dubaï comme une nouvelle idée de dire ça. Et la معلومة a commencé de plus en plus. Donc, nous avons fait deux types de jamiats. Les jamiats بطبيعة العامة والخاصة، فما يعني الجامعات مثلا العمومية، ذوكم عندهم تقريبا ثلاثة جامعات عمومية في الإمارات، وهي من أفضل الجامعات على مستوى الترتيب دجا في العالم. وبالنسبة للجامعات الخاصة نفهم بزوزة نوع، مثلا جامعات خاصة إماراتية، وفما الجامعات الخاصة الأجنبية، دونك مثلا يونيفرسيتي إكس في باريس وإلا في لندن ولا في الولايات المتحدة الأمريكية، باش تسهل خدماتها تمشي تعمل فرع بنفس الشروط، كما نقولوا كراس شروط وكل شيء، تنستلي روحها في الدولة هيك. Exactement. كي نقول واحنا الجامعة الأمريكية في كذا. بالضبط، جامعة أمريكية مثلا تكون عندها فرع معناتها غاديكا في دبي، دو تيل فاسون سا تو فا تو بيرميتر باش تقرا فيها اون ديريكت في أمريكا، سو كي فا بيرميتر للإتيديون هذاك باش يكون عنده ان دوبل ديبلوم. هذاك الأفونتاج الكبير نتاع دبي توا، اللي تنجم تمشي تقرا افيك ان سيستيم أوروبيان، ان سيستيم أمريكان، كنديان، وحتى من ان سيستيم أونجلي. دونك هذايا الحاجة الباهية توا في دبي اللي احنا ديما نحبوا نوصلوها للكونديدا، اللي هو خاطر براتيكمون برشا عباد ما يعرفوش، مي سا فا فو بيرميتر دو معناتها دافوار اكسي ان انسينيومون دو كاليتي، معناتها ان انسينيومون بريستيجيو اي ان انسينيومون دو كاليتي. ليندا قبل ما نخرج للبيب نسال، اليوم نتحدث عن الدراسه الجامعيه في دوله الامارات العربيه المتحده، نحكيو على دبي برك وجهه اوليه، والا فما جامعات في مناطق اخرى، معرفش ابو ظبي، في شارقه، في بقيه الامارات يعني. اي حاليا اكثريه في دبي، احنا موجودين نتعاملوا مع دي زونيفرسيتي في دبي اللي هما ريكونو على شيل انترناسيونال بيان سور. دونك باه ابقاو معنا، كيفاش نحضروا الملف، شنو بقيه الخطوات، نحكيو على سكن، نحكيو على الكلفه، زاد اي نمشي نقرا في بلاصه رخيصه على مستوى التكلفه نتاع مثلا لي زانسكريبسيون، بعد نوح لنا سكن يطلع غالي، اكثر تفاصيل ومن بعد شويه زاد تنضم لنا مباشره ان شاء الله من الامارات، دونك شروق الهدياني، دونك باش ناخذوا معناتها اكثر تفاصيل على الاختصاصات ومختلف المعلومات اللي تخص الدراسه الجامعيه في دوله الامارات العربيه المتحده. الفاصل وهنا راجعين. راديو
كالعادة على IFM تنجموا تشوفونا على IFM TV على اليوتيوب على الفيسبوك لايف. مرحبا بكم الناس كل زادة على الباج نتاع ايدي وورلد. كان فما أسئلة، كان فما استفسارات، كان فما حكاية تحبوا تعرفوها، استغلوا حضور ضيفاتي دونك رانيا جناوي شارجي دافير اكاديميك في ايدي. السلام رانيا، مرحبا. وايضا ليندا بوفيدن دونك شارجي دافير اكاديميك في ايدي وورلد. دونك كي تحكي لي منذ قليل رانيا انه نلقاو مثلا عدد كبير من الجامعات الأجنبية اللي مشات وركزت يعني فروع ليها رسمية، وتعرف باش تركز فرع من الجامعات الأجنبية فما كراس شروط كي تشارج ريسبكتي، مثلا في نوع عدد المواد، شنو هي المواد اللي تقرأ، عدد الساعات، الأساتذة كيفاش يلزم يكونوا. دونك هذا يخليني نسأل دونك شنو هو نوعية السيستيم إدوكاتيف. دونك نلقى جامعات من دول مختلفة ومش كل الدول تتطابق، يعني فما اللي يقراو ليسانس، فما مازال يقراو 4 سنين باش تحصل على باشلور ماستر. دونك شنو هو النظام التعليمي الجامعي دونك الغادي في الامارات؟ فما لو سيستيم ال ام دي موجود، وفما لو سيستيم باشلور اللي هو باشلور بلس ماستر، معناتها زوز موجودين. فيو كو فما غاديكا دونك في الامارات، فما دي زونيفرسيتي اوروبيان امبلونتي غاديكا في الامارات، سو كي في كو لو سيستيم ال ام دي موجود اللي هو كيما سيستيم نتاعنا في تونس. دونك 3 ans ليسانس ومن بعد ماستر. دونك سي بوسيبل انك تقرا باللي دو لي دو سيستيم ادوكاتيف هذوما، كو سوسوا امريكان والا اوروبيان، زوز موجودين. و اون بليس دو سا راهو لافونتاج الكبير زاد غاديكا اللي عندنا توا في الامارات، لو فيت اللي فما فروع من لوروب والا من امريكا امبلونتي غادي في الامارات. لافونتاج سي كوا؟ سي كو تنجم او بو دو لا ثوازيام اني نتاعك فما لا بوسيبيليتي في ال 3 كي تعملها في الامارات، انت تمشي بروميير دوزيام والال 3 نجم نعملو ترانسفير البلاد اون اوروب اللي هي تبدا فيها معناتها الجامعه الام نقولوا احنا في البلاد هذيك. سي بوسيبل دو فير لو ترانسفير اون اوروب، معناتها فيها بليزيور بوسيبيليتي اللي خليك معناتها تلقى بار لا سويت دي زوبورتونيتي كبار برشا، سورتو اللي يحب معناتها بعد يكمل حتى في اون اوتر ديستيناسيون على انترناسيونال. سي بوسيبل. بربي سؤال، كي واحد مثلا يقرا بالنظام الامريكي يقرا 4 سنين باش تحصل على الماتريز بين ظفرين، والال ام دي النظام الفرنسي 3 سنين، هل في سوق الشغل ديما نحكيو على التشغيليه نتاع الدبلومات هذه؟ وانت منذ قليل قلت لنا ليندا انه حرص كبير على نوعيه الشهاده الغاديك، نجم نخدم بهم الزوز يعني الدبلوم هذايا والدبلوم هذايا، دونك يتنافسوا بين بعضهم هالدبلومات هذوما ديجا؟ اي غاديكا توا ديجا الاكثريه نتاع لي ستوديون اللي يجيوني يحبوا يعملوا حاجتين، يمشيوا يخدموا ويمشيوا يقراوا اون باراليل. يحبوا يمشيوا للامارات باش يعملوا كارير بروفيسيونيل وياخذوا دبلوم انترناسيونال ويخدموا اون ميم طون. الحاجه الباهيه اللي في الامارات ودبي دونك فما الخدمه متوفره بالكدا، يعني اللي يحب يمشي يعمل مستقبل واللي يحب يمشي يكون اون باراليل يقرا ينجم يمشي في دبي. والحاجه الباهيه اللي الجامعه تعطي البيرمي دو ترافاي تاع ليتوديون عنده الحق في تقريبا 30 ساعه في الجامعه باش يخدم ويقرا اون باراليل، وينجم حتى يخدم نهار كامل ويعمل دي كور دو سوار لا كور دع في لي ويكاند. دونك الخدمه غاديكا فما زيد دي غران مولتي ناسيونال، فما لي انفستيسور غاديكا متوفرين برشا، معناتها لي غران سوسيتي. دونك اللي باش يمشي غاديكا باش يعمل كارير بروفيسيونيل حتى نهار اخر يفيدو برشا اذا كان يحب يمشي لاي بلاد اخرى. وبعد التخرج نقصد يعني كيف بنفس القيمه الليسانس والباشلور، يعني دونك زوز مطلوبين على مستوى السوق؟ انه برشا يسمع يقول لك بالك شي كي نمشي نقرا السيستيم الانجلو ساكسوني 4 سنين يولي عندي فرص اكثر مثلا باش ندبر خدمه قري 4 سنين اكثر. اما هما يعني خلينا نفسروا للعباد انه يطلبوا هكا والا هكا حتى في عروض الشغل يعني. اي اكيد بيان سور، المهم كي يبدا انت قريت في فاكولتي ولا خديت ديبلوم روكونو على شيل انترناسيونال، بيان سور هذا يخليك انك تلقى فرص نتاع شغل نتاع خدمه بالكدا بالكدا. تنوع الجامعات مثلا ولا ديجا كي نفهموا انه السيستيم الجامعي دونك نلقاو فيه زوز تقريبا التخصصات، دونك سيستم ال ام دي وسيستم باشلور، نذكر انت والجامعه انت تعتمد النظام الاوروبي ولا النظام الانجلو ساكسوني. اللغات
يعني الجامعات الاوروبيه كل تقري زاد بالانجلي دونك والا انجلي فرنسي والا فهم شكون يقرا بالعربي. نحب ناخذ فكره على لغات التدريس. الحاجه الباهيه اللي التوا الموجوده اللي ليتوديون يمشوا في بالهم كاين الانجلي موجود خاطر توا معروف الامارات ودبي معروف كاين بالانجلي اور كو لي فما حتى ليتوديون ينجموا يقراوا بالفرنسي et surtout mérir des certificats de langue ni français ni anglais. Donc موجوده القرايه بالفرنسي وبالانجلي. ليتوديون وين يلقى راحته وين هو يحب معناتها باللونج اللي يحب يقرا بها ينجم فماش مشكل. ما فماش هذا توفل والا تي سي اف والا لا ما فماش معناتها با بزوان باش يعمل دي سيرتيفيكا دو لونج ينجم سور بلاس يعمل دي بيتي تيست نتاع الانجلي زيد ينجم يعمل حتى فورماسيون نتاع لونغ غاديك يعني معناتها شهر ولا دي تاع كور بيريود يقرا شويه لونج اذا كان ناقص هو شويه في الانجلي ويحب يقرا بالانجلي ينجم يقرا شويه معناتها يعملوا له بريباراسيون في الانجلي. ونتصورش واحد باش يحط فلوسه باش يمشي يعني هو مثلا عارف اللغه نتاعو خايبه برشا دونك تلقاه مبرمج دونك بربي العبيد اللي يجيو هكا مثلا تلقاه النيفو نتاع حتى في لي زونتروتيان معاه النيفو نتاع اللغه نتاعو الفرنسيه والانجليزيه تاعب مثلا تقترح عليه مثلا حلول كما قالت ليندا مثلا سواء اون بريباراسيون هنا في تونس والا في الخارج باش تضمنوا في الاخر انتم نجاح لي كانديدا اللي يجيوكم الايدج وورلد. Bien sûr, et on dit on les encourage par rapport à ça. Maintenant, t'as qu'une femme, bien sûr, la possibilité qu'elle a, par exemple, un de des difficultés dans l'anglais. On essaye d'ima pshnansouh par rapport à la préparation mtéo. Hoa sahih ma femme je déteste de langue ou quel chose, mais vaut mieux. Mathalan, qu'une pshnarki wa un candidat jinatawa pour la rentrée de septembre 2023, il a largement le temps. Puis il a mis une préparation. Il a mis des idées d'hadrroh. Il a mis une préparation. Oui, il a mis roh akther. Et en plus, femme fille. Imarat l'avantage qui m'a kent tahki Linda Tawa donc l'avantage de faire une préparation femme une préparation en anglais de 3 mois à l'université najem ta'mel une préparation باش تزيد تحسن في النيفو دو لانغ نتاعك sinon femme la possibilité pour quelques programmes زيد باش تقرا en français بالنسبه للعبيد اللي تحب en français donc موجود c'est possible كان معناتها ليتوديون وين يلقى راحته ريلمون معناتها وين تلقى راحتك اختار اللغه اللي انت تنجم تلقى راحتك بها معناتها تنجم تقرا بها اليس في غياب دونك لي تيست دونك هذوما دونك فماش شروط على مستوى جوده اللغه وجوده اتقان اللغه عمليه قبول الملف مثلا من جامعات هذه لانه ديما نحكي على جامعات تحب تحافظ حتى على نوعيه طلبه جيدين باش نسبه النجاح تكون كبيره ما يساعدهاش فما جامعات وما يساعدهاش انه يقرا عندها طلبه وما ينجحوش وهذا الا ديغرات في الترتيب العالمي في على مستوى نسب النجاح فمثلا دي تيست باش يعملوهم ولا العمليه كل تم سور دوسيي ا ديستونس بالنسبه لعمليه القبول. عمليه القبول تصير من الاول سور دوسيي ومن بعد فما لا بوسيبيليتي دو فير ان انترتيان مع ليتابليسمون دونك كومون سا سباس ماهوش سي با ان انترتيان كي معناتها كي ديفيسيل ولا حاجه مي سي جوست باش يتعرفوا على لو كانديدا على الموتيفاسيون نتاعو شنو علاش اختار البلاد هذيك وشنو يحب يقرا وشنيا لي بيرسبكتيف نتاعو من بعد ولا لي زوبجيكتيف نتاعو من بعد هذم هما معناتها ريالمون لو سا تورن اوتور دو سا لانترتيان ما يفوتش براتيكمون لي 15 مينوت معناتها سي ان انترتيان جوست باش يتعرفوا على لو كانديدا ويشوفوا لا موتيفاسيون نتاعو وبالطبيعة غادي كزيد يتعرفوا على لو نيفو دو لانغ نتاعو يشوفوا لو نيفو دو لانغ نتاعو كومون إلي كاين فما لا بوسيبيليتي دو لاميليوري نزيد نقترحوا عليه كيما قلت لك اون بريباراسيون دونك ريلمون معناتها لي كونديسيون داكسبتاسيون ماهمش صعاب برشا واحنا اون اسيور دونك ايدوارد اون اسيور افيك ليكيب نتاعنا اون اسيور افيك لي كونسيير دوريونتاسيون لو كوتشينغ بارابور لونتروتيان دونك باش لو كانديدا يبدا هذا نهار لونتروتيان ويعرف شنو ينقول دونك احنا نحضروه ونعملوا له اون سيونس دو كوتشينغ باش يعرف شنو معناتها بوغ ريوسير لونتروتيان نتاعو. بعد شويه نرجعوا باش نحكيو شكون ينجم يمشي يقرا اليوم وقتاش يلزم يبدا تحضير الملف شنو الوثائق اللي يلزم يحضرهم باش نحكيو زاد على السكن في دوله فيها عدد كبير من المهاجرين تقريبا 88% من المتسكنين نتاعها هم من مهاجرين من جنسيات نحكيو على اكثر من 100 جنسيه موجودين في دوله الامارات العربيه المتحده هل سهل انك تلقى
سكنوا بعد شويه زاده تنضم لنا عن طريق الهاتف شروق الهدياني مباشره من الامارات، تحكوا مع الاختصاصات الموجوده على نزيدوا نتعمقوا مع اكثر في شروط عمليه قبول الطلبه التوانسه، ونزيدوا نحاولوا نطمنكم اكثر على الكاليتي نتاع الدبلوم تنجموا تتحصلوا عليه، وسنتحدث ايضا عن التشغيليه، نسبه تشغيل العباد المتخرجه من الجامعات الاماراتيه في سوق الشغل الاماراتيه ومختلف المؤسسات الدوليه المنتصبه في الامارات العربيه المتحده. نرجع لكم بعد ما نسمعوا صوت الامارات. حسين الجسمي على اي اف ام احلى راديو. بلس سيزون 3 كل خميس وجمعه على اي اف ام احلى راديو. اي اف ام احلى راديو، مرحبا بكم ناس كل الامارات. وجهتنا اليوم في اليو اف ام سبيسيال راديو كومبيوس، سعيد جدا بحضور ضيفاتي رانيا جناوي شارجي دافير اكاديميك في ديود، عسلامه رانيا. وليندا بوفادن شارجي دافير اكاديميك في ديود، عسلامه ليندا، مرحبا نورتوني. وسعيد جدا تضمننا شروق الهدياني مباشره من الامارات مختصه في شؤون الطلبه. بونسوار شروق. بونسوار. Bonsoir, très heureux de vous avoir parmi nous. Donc, pour parler un peu donc de l'Émirats Unis comme destination estudiantine. Donc, comment expliquez-vous, avant d'en parler, des spécialités des diverses universités, de la qualité de diplôme, et laissez-moi toujours le temps de traduire, s'il vous plaît. Comment expliquez-vous cette ascension de nombre d'étudiants étrangers vers l'Émirats Unis? On parle du triple en 5 ans. Donc, depuis 2016 à 2021, on passe de 70 000 à 220 000 étudiants étrangers par an qui poursuivent leurs études oui. actuellement. Comment expliquez-vous ça? Donc laissez-moi le temps de traduire. نحب نسأل مدام شروق الهدياني وهي مختصة في شؤون الطلبة في الإمارات المتحدة، كيفاش نجم تفسر لنا هالقفزة الكبيرة في الإقبال على الإمارات كوجهة جامعية؟ تفضل علي à vous de répondre madame. Déjà je suis très heureuse aujourd'hui d'être avec vous. Le plaisir est le nôtre. Merci. Alors, les Émirats Arabes Unis, c'est un pays qui a su saisir l'opportunité. C'est un pays les fahad l'وقت قصير 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 بزاف. تطور sur tous les niveaux, le niveau économique, touristique et donc bien évidemment le temps l'Europe ce n'est plus l'Europe d'avant. Les autres pays avec les guerres, avec les crises économiques, on les voit se détruire ensemble. Fad le moment, les Émirats Arabes Unis a su saisir l'opportunité. C'est l'un des meilleurs pays maintenant, sur tous les niveaux. Ça, bien sûr, aussi sur les niveaux, le niveau d'études, ça va s'aligner. Ou c'est devenu une tendance sur les études. Et les étudiants se sont plus... de plus en plus intéressé à cette destination. Donc l'Émirat هي بلاد تمنح الفرص ولكن بلاد تعرف تستغل وتقتنص الفرص في وقت قصير، تطور كبير على كل المستويات الاقتصاديه السياحيه الاجتماعيه مع التغيرات الكبيره اللي قاعد تصير في اوروبا بسبب الازمات الاقتصاديه والحروب. الامارات تستغل الفرصه وتحول بين ظفرين وجهه عدد كبير من الطلبه اليوم اصبحت توندونس في العالم. Est-ce qu'on peut expliquer que cette transformation en tendance étudiante c'est l'employabilité très importante pour ceux qui poursuivent leurs études aux Émirats Unis. Donc, on parle d'un pourcentage très important donc, oui. et des chômages très, très minimes. Si je prends entre 2019-2020, la période en plein Covid, juste pour parler de cette période où les gens ils perdaient leur emploi, où les gens ils galéraient pour trouver des emplois, le pourcentage du chômage chez les Émirats Arabes Unis, c'était 0,5%. C'est un pays plein d'opportunités, et ça, c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes qui sont pour travailler, pour étudier et pour se faire une carrière. عطتنا رقم هام جدا مدام شروق في فترة الكورونا بين 2019 و 2020، دونك في طومبك الكورونا وقت اللي الناس تحارب باش ما تتطردش وما تخرجش من وما تخسرش المهن نتاعها، نسبة البطالة في الإمارات ما فاتتش 0.5%، الفرص متوفرة جدا وموجودة بكثرة للناس اللي باش تحب تخدم. دونك بارلي نو ان بو دونك دو سيستيم ايديوكاتيف لا كاليتي، دونك اون بارلي توت الور ايسي افيك مي دو انفيتي دونك دو لا كاليتي دو ديبلوم، كومون بوريي فو دونك نو nous assurer cela. Donc, la qualité de ton diplôme est ممنوح في الجامعات في الإمارات. Oui. Donc, si on parle de la qualité du diplôme, bien sûr, c'est l'une des premières préoccupations. Si je parle de British Imperial University College, c'est mon université, là où je travaille.
Le diplôme s'est reconnu par West Canada, UK and ICNIRIC, et c'est les deux meilleures accréditations qu'on puisse avoir. Donc, ce qui fait du diplôme un diplôme global, un diplôme reconnu globalement. Aussi, nous, au sein de notre université, ce qu'on encourage, c'est le fait de travailler et étudier en même temps. Pourquoi ? Parce que là, quand l'étudiant a un diplôme, les Émirats Arabes Unis, c'est plein d'universités, de bonnes universités, les meilleures universités. Les personnes, ils ont tous les mêmes diplômes quand ils vont sortir le monde d'emploi. Comment se distinguer ? C'est par encourager cette approche. C'est de faire des étudiants, les quatre jours, c'est des étudiants, mais ce n'est pas des étudiants fraîchement diplômés. C'est des étudiants avec de l'expérience. C'est des étudiants, non pas juste avec du savoir. C'est du savoir, c'est du savoir-faire et c'est surtout du savoir-être. دونك تقول الجامعات تتنافس في الإمارات على الحصول على زكريديتاسيون من أكثر المراكز الدولية، دونك الشهادات مدعومة ومقبولة في مختلف أنحاء العالم. مثلا في الجامعة اللي تخدم فيها هي دعم الطلبة وطريقة التدريس تجمع بين العمل والدراسة المزدوجة، كيكا كي تخرجوا الطلبة ما يكونوش فقط حاملين لشهادة ولكن أيضا حاملين في المجال متاع الاختصاص متاعهم لسنوات خبرة. justement parlons donc de spécialité, c'est quoi les domaines les plus refutés maintenant aux Émirats Unis, les plus demandés par les étudiants ou même par le marché de l'emploi? Donc si on parle maintenant des emplois demandés, comme on sait tous, c'est l'ère du digital. C'est l'ère du digital vraiment. Alors, tout ce qui est digital marketing, data analytics and AI, tout ce qui est intelligence artificielle, ça aussi c'est des filières qui sont disponibles au sein de British Imperial University. Mm-hmm. C'est aussi sports management, le management sportif, les carrières des athlètes. C'est l'événementiel, event management. Les Émirats Arabes Unis, c'est un pays où il y a des événements tout au long de l'année. Donc c'est le genre de métier futuriste. C'est les métiers d'aujourd'hui parce que le marché est plein et saturé des métiers dont on n'a plus besoin. Ça, c'est les métiers d'aujourd'hui et les gens doivent s'aligner, doivent comprendre qu'il n'y a plus que les carrières d'avant, juste être un médecin, juste être un ingénieur. Il faut s'ouvrir aux carrières futuristes d'aujourd'hui et c'est ce que les Émirats Arabes Unis encouragent et c'est ce qu'on a au sein de notre université. الإمارات العربية المتحدة والجامعات تدعم مهن المستقبل، دونك ما عاد شكل الكاريير الكلاسيكية في مهن كلاسيكية ربما باش تتفقد في السنوات القادمة. ديجيتال ماركتينغ، الانتليجنس ارتيفيسيال، داتا اناليست، الإدارة الرياضية وسبورت مانجمنت، ليفينمونسيال، هي من المهن المستقبلية اللي تدعمها الإمارات وأيضا عدد كبير من الجامعات. Est-ce que c'est difficile accéder à une université aux Émirats Unis, les dossiers sont difficiles à prendre en charge. C'est quoi les conditions pour accepter donc des étudiants tunisiens, par exemple? Alors, en ce qui concerne notre université, ce qu'on encourage, c'est la simplicité. Alors, la procédure d'admission, c'est vraiment une procédure très très simple. On a le dossier d'étudiant, on l'évalue. Ça dépend de ce que l'étudiant veut faire. Par exemple, si l'étudiant veut faire une licence, un bachelor, on a besoin de son bac, on a besoin de ses relevés. Si l'étudiant veut faire un master, on a besoin de son bachelor dans n'importe quel domaine. Et si on parle de la procédure, il y a l'entretien. L'entretien, c'est juste pour tester l'ambition de la personne pour étudier aux Émirats Arabes Unis, pour voir si c'est vraiment une personne qui a un plan de carrière, une personne qui est motivée pour venir ici, se faire une bonne carrière, vivre ici. Et voilà, tout ce qui concerne le visa et tout, ça on s'en occupe de A à Z. Et on a aussi notre partenaire EduWorld, je le remercie d'ailleurs, qui facilite cette procédure avec l'étudiant. Voilà, الطريقة بسيطة جدا، دراسة الملفات هي فقط donc تم donc c'est sur dossier. بالنسبة للانتروتيان هو فقط فرصة للتعرف أكثر على الطالب، على مشروع الدراسة أو الحياة العملية متاعه، وبقية الأمور تلاها بها الجامعة وتلاها بها EduWorld البارتنير الرسمي. donc et on va finir donc par une question. donc vos conseils pour les Tunisiens qui veulent ou qui doutent toujours pour poursuivre leurs études universitaires aux Émirats Unis, qu'est-ce que vous leur dites, Madame Chourouk?
Alors, je leur dis, venez, n'hésitez pas. C'est un pays plein d'opportunités. C'est un pays où vous pouvez avoir une grande exposition multiculturelle. C'est comme si vous avez étudié et vécu dans plusieurs pays. Ici, les gens nationaux d'Émirats arabes unis, c'est juste 10% de la population. Le reste, c'est tous des expatriés. Donc, on se sent jamais une minorité parce que tout le monde vient de différents pays. Tout le monde a son accent. Tout le monde a son background culturel. Donc, ça encourage vraiment un climat de tolérance. Parce qu'on se comprend tous, on essaie tous de se mettre à la place de l'autre, on s'inspire l'un de l'autre. Et un point très très important aussi, c'est la sécurité. La sécurité, ça n'a pas de prix. C'est le 10e pays le plus sûr au monde et c'est le premier pays le plus sûr pour une femme pour marcher seule. Et ça n'a pas de prix. Je sais que les parents, c'est l'une de leurs grandes préoccupations et c'est très important aujourd'hui de vivre dans un pays où on se sent sûr, où on se sent en sécurité. Donc venez, prenez l'aventure et vous n'allez pas regretter. Et voilà, juste merci. Soyez courageux et sortir de votre zone de confort, c'est important. Merci beaucoup, Madame Chourouk Al-Hadjani, مختصه في شؤون الطلبه في الامارات العربيه المتحده. شكرا. Donc قلت لكم ما تترددوا. Merci de nous avoir donc donné toutes ces infos. Donc ما تترددوش بلاد الفرص بامتياز تنوع المجتمع اللي باش نحكيوا فيه شويه ليندا ورانيا. Donc 90% donc des expatriés تقريبا. نعطيكم الارقام الخاصة سنة 2020. دونك 9.8 مليون نسمة العباد اللي يسكنوا في الإمارات، لكن منهم 11.5% هما الإماراتيين، والباقي الكل هما تقريبا 88% من العباد اللي يعيشوا في الإمارات هما ديزيكسباتريي مختلف أنحاء العالم. نحكيو على 100 جنسية. دونك حتى حد ما هو باش يحس روحه متغرب. كل واحد عنده ثقافته، كل واحد يحافظ على اللهجة نتاعو، الناس الكل متفاهمة. والأهم من هذا الكل، تقول من أبرز الحاجات اللي هي تشجع بها الناس باش يجيو القرار في الإمارات هو الإحساس بالأمان. نحكي على ثاني دولة أكثر أمنا في العالم والدولة الأولى بالنسبة للسيدات دونك على مستوى الأمن والأمان. إن بين هذا الكل خلينا نبدأ معك أنت رانيا. عجبتني حاجة، على قد احنا مثلا منعقدوا الإجراءات وبرا وستة كوبيات كونفورم ومضمون عمك وصديق الوالد والوالدة كان يلزم ورهنية الدار، تقولك شيء، تقولك تحب تقرأ تبعث لنا كل باك نتاعك، يعني ما طبعا نشوفوا مع اجواء، يعني ما يطلبوش برشا، يعني عباد تعرف تبيع روحها كديستيناسيون، وهذا هام جدا انا يعني ويبسطوها. دونك زيد معاكم انتم في اجوال يظهر لي الحكايه ما فيهاش برشا تكسير كرايم او تكسير سي با دو تو كومبليكي بالحق، معناتها ماهيش صعيبه لا بروسيدور، ماهيش صعيبه لاكسبتاسيون زيد كيف علاش هما يقول لك معناتها نحبوا نشوفوا لو باركور نتاع لو كانديدا، شنو عمل بالضبط، شنو قرا بالضبط، وين يحب يوصل، وسيكوالي النوت نتاعو، معناتها يشوفوا هذا الكل، مي زاد يمنوا برشا بالموتيفاسيون نتاع لو كانديدا ليتوديا، شنو يحب يعمل، وين يحب يوصل. ينجم يكون في الباك، سبحان الله لي زاكسيدون ساريف دو باركور يصيروا، معناها ينجم يكون ان كانديدا كان في معناتها في ان نيفو، سبحان الله في الباك سا بو اريفي لي زاكسيدون دو باركور يصيروا، تصير اكزاكتومون يطيح في الموين. دونك هما علاش معناتها يكونت بوكو سور لونتروتيان، سي بلوس اكثر فرصه هذيك باش تعرفوا على لو كانديدا ولا موتيفاسيون نتاعو. دونك هما هذاك علاش يحاولوا يبسطوها او ماكسيموم. دونك احنا اون في ان سورت باش لو دوسي يكون مريقل، معناتها دو ا جوسكا زيد اون اكومباني لو كانديدا بور نو با، معناتها نحاولوا نسهلوها او ماكسيموم بلوتو كو نصعبوها عليه. وعندي نصيحه انا للتوانسه، لانه ديما تونسي في اخر لحظه ما يلقاش وثيقه من الوثائق، بربي في دياركم خبي وثيقكم مليح، ما فيها باس الانسان يعرف وين تو. كنا نعملوا سونداج على الباج نتاعنا ونقولوا شكون يعرف شهاده الباك، تعرف شهاده الباك نتاعك وين في الدار؟ انا شهاده الباك الحقيقه معلقه في كواترو؟ لا، شي مي بارون، عند مي بارون. ما تعرفش؟ انا ما نعرفش. وانت تعرف شهاده الباك نتاعك وين؟
فوالا تي فوا دونك بالحق ماذا بيا العباد اللي يبدا عنده من بروجي ديتود نتاع في الخارج من تو يسمع فينا يمشي يلوج وينهم الاوراق هذوما يحضرهم بشكل كما يتعطلش. بعد الفاصل نرجعوا لكم مع ليندا باش نحكيوا على الفلوس، هل الحياه مكلفه؟ هل السكن مكلف؟ فما دي بارتنير نتاع ايدي وورلد غاديك باش يسهلوا لنا السكن، اكثر تفاصيل مباشره بعد البوب. اي في محل الراديو رجعنا لكم، مرحبا بكم الناس الكل. نحكيوا على الدراسه الجامعيه في الامارات، شكرا لضيفتي راني الجناوي شارجي دافير اكاديميك في ديوورلد، وايضا ليندا بوفيدرا. سلامه ليندا، نمشيو معك انت على الفلوس لانه مقنع، يعني انه انا نمشي نخدم في دوله نسبه البطاله نتاعها ما تفوتش 1% ضامن على الاقل، فما ان انفستيسمون روتور سو انفستيسمون مضمون جدا لانه المهنه مضمونه، وسورتو كي سمعنا منذ قليل ضيفتنا شروق الهدياني مختصه في شؤون الطلبه في الامارات المتحده، في الامارات العربيه المتحده، تقول لك حتى الجامعات غيرت من الاختصاص، ما عادش تقرا اختصاصات ما فيهاش طلب شغل على عين المكان، يعني اللي باش يمشي وباش يعمل التيست اورينتاسيون راهو باش ساعات تنجم ماشي في بالك باش تقرا حاجه، راهو لا ينجموا جماعه الغاديك يقول لك لا اقرا هذه وتبعهم لانه هذيك تضمن لك الخدمه. اي هل لوكس هذا كل اسمه برشا فلوس غاليه اغلى مثلا قارننا مثلا بدول اخرى، قداش يلزمني نخلي في الكونت بلوكي وبرشا حكايات. هو ليتوديون كي باش يجي يسال اول حاجه باش يسال عليها الكاليتي دو ديبلوم كيما قلنا، وثاني حاجه بيان سور مهمه للليتوديون ولي بارون زيد اللي هو الكو، قداش تتكلف المعيشه، قداش اسكو فيها كونت بلوكي ولا لا، غاليه ولا لا، فيها خدمه ولا لا، هذوما زيد من اهم الحاجات اللي ليتوديون والبارون يركز عليها. باه توا الامارات حاليا ما فيهاش كونت بلوكي داكور، دونك هذه الحاجه اللي زيد مسهله للليزيتوديون انه يمشيوا عليها، اللي ماهيش ما تتكلفش غاليه القرايه نتاعها، بلوتو ما تتكلفش غاليه، اي سورتو ما فيهاش كونت بلوكي، دونك ينجم البارون يعاون ولده ولا بنته، يعاونهم البيريود الاولانيه في الديبار نتاعهم، بعد ليتوديون ينجم يلقى خدمه غاديك يخدم ويعاون روحه ومعناتها يخلص يولي يخلص قرايته ويخلص الكريم القرايه نتاعو وحده. دونك départ bien sûr le parent ديما نحكيو على مشروع عائلي احنا من بعد ديكا بيان سور ليتوديون كيما قلت لك ينجم يلقى خدمه، ينجم يعاون روحو، القرايه ما تتكلفش غاليه، اي سورتو ما فماش كونت بلوكي اللي هو يتسمى معناتها اوبستاكل ليزيتوديون انهم يخرجوا يقراوا لبرا. بي وعلى مستوى السكن الغالي، يعني ديما يقول لك الامارات ما فماش، يعني دوله صغيره السكن غالي، فما دي بارتنير مع ايدويل يسهلوا العمليه هذه. دونك بيان سور احنا ما نبعثوا ليتوديون نتاعنا من هنا الا ما يبدا يعرف روحه وين باش يسكن، وين باش يقرا، وحده مع شكون، دونك لي ديتاي هذوما نحكيو فيهم من هنا حتى يعرف البلاصه اللي هو باش يسكن فيها، وين نجم يدخل سور انترنت يعرف روحه وين باش يسكن، بعيد على الفاك ولا لي، دونك لي ديتاي هذوما الكل يعرفهم من هنا. ماذا بيسكن بعيد على الفاك خاطر متروتهم ياسر مزيانين، دونك ديجا حتى ترونسبور ينجموا يعاونوهم ليتابليسمون، ينجم يعاونهم في الترونسبور، يهزهم يجيبهم، دونك ما فهمش مشكل في هذا. حتى يقولوا غاليه والسكنه غاليه، نو احنا لي بارتنير نتاعنا عملتنا سو مناسب للليزيتوديون في السكنه نتاعهم، ينجموا يجيو بحذانا نزيدو نعطيوهم اكثر دي زانفورماسيون، اكثر دي ديتاي بارابور لو بودجي اللي لازم يحضروه، دونك ماهيش غاليه في السكنه، عطيه برشا دي زافونتاج في الترونسبور، معناتها معاونه برشا ليزيتوديون باش يجيو يقراو فيها، دونك الحقيقه يعني البيدجي ماهوش كبير برشا، سورتو اللي ما فيهش كونت بلوكي كيما قلت لك، ويجاو ينجموا يجيو بحذايا لي زيتوديون يعرفوا اكثر. دونك كي قلنا منذ قليل دونك عندنا نحكيو 52 جامعه فقط، 52 مؤسسه جامعيه دونك، وثلاثه منهم عامه والباقي خواص، دونك معها لي فافور الكل، دونك الضغط يكون كبير من توا نبدا نحضر في دونك عدد يعني البلايص باش يولي منافسه، كي نقول لكم في خمس سنين تريبل يعني عدد الطلبه، دونك من توا نبدا نحضر الملف، دونك احنا توا في بداية فيفري نحكيو على رونتري سبتمبر 2023 دونك بون فما رونتري قبل سبتمبر اللي هي فما رونتري في جوان دونك جوان اي فما رونتري في جوان دونك للعباد اللي انتريسي يلزمهم يبداو من تو. بون صحيح كيما قلنا ماهيش صعيبه لادميسيون في دبي ماهيش صعيبه، لكن تاخذ شويه وقت
في البريباراسيون تاع الفيزا في في الادميسيون في الاكسبتاسيون تاع ليتابليسمون تاخو شويه وقت هذاك علاش ماذا بيا ليتوديون يبدا من توا على بكري باش ما نتفاداوك الغسرات نتاع الجري اخر وقت التحضير اخر وقت هذيك الكل نحبو نتفاداوه سي بور سا ماذا بيا ليتوديون يبدا من توا البريباراسيون تاع الدوسيي نتاعو ويتعدى افيك لا كونسيير دوريونتاسيون في ايدج وورلد يختار في عقله شوا دو سبيسياليتي يختار ليتابليسمون في عقله يعرف روحه شنو باش يقرا وين باش يمشي دونك ماذا بيا يبدا من توا على بكري بور ايفيتي اكل اخر وقت هذيك ماذا بيا ما نقعدوش نجري sinon زيد فما رونتري تاع سبتمبر فما رونتري ديكالي يعني فما بلوزيور رونتري وقت اللي يحب ليتوديون يدخل يقرا يجي بحذاه الايدج وورلد نشوف له اقرب رونتري اللي هو معناتها اللي هو تساعده ونذكركم معلومه هامه قلت انا منذ قليل رانيا جناوي انه بيتعاون دونك بيانو فان برشا جامعات دوليه انستلت فروع ليها رسميه في الامارات دونك تنجم تبدا قرايتك في الامارات عام اثنين كما عجبك الجو العام الثالث تمشي تبدل تقرا في نفس الجامعه ولكن في دوله اخرى اوروبيه امريكيه دونك هذا ممكن سو ترانسفير دونك دو كريدي دونك للجامعات اجنبيه اي سي بوسيبل باش تبدا مثلا تعمل اون ليسانس في دبي معناتها في الامارات بصفه عامه باغ اكزامبل ال1 ال2 والال3 نجم تعملها باتيتر ديكزامبل في فرنسا سي بوسيبل نجمو نعملو لو ترانسفير دو كريدي بالنسبه للي كانديدا اللي يحبوا زيد يجربوا ليكسبيريونس اون اوروب راهو سي بوسيبل معناتها لافونتاج لهنا سي كو سي دي زونيفرسيتي انترناسيونال اللي باش تخليك تاخو ان دوبل ديبلوم معناتها وتحلك لي زوبورتونيتي بالحق معناتها الامارات سي ان ديستيناسيون plein d'opportunités faire barcha des opportunités à saisir où les domaines معناتها les domaines proposés sont vraiment très intéressants معناتها c'est les métiers de l'avenir tawa donc sincèrement et نقول les étudiants يخمو فيها خاطر c'est très important زيد انك تمشي تقرا وزيد بالانجلي c'est ça l'avantage les femmes à l'anglais femmes à le français femmes à différentes nationalités radiques معناتها باش تتعرف على برشا عبيد برشا ثقافات معناتها sincèrement c'est très intéressant donc voilà on encourage beaucoup وعلى ذكر الثقافات دونك كما قلنا نحكي على عشرات من الجنسيات الموجوده في دبي على مستوى دونك les expatriés دونك الاجانب المهاجرين اللي مثلوا تقريبا 89% من نسبه عدد السكان اللي هما 10 ملايين في الامارات باش تعيش فعلا في العالم وبرشا ديما يقولوا دبي وعموما تتقال على دبي يقول لك واحد جمعة العالم في 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 شوارعها دونك التجربه الانسانيه لندا بوفيدن باش تكون مضمونه لانه واحد ماهوش ماشي باش يقرا يقول ليل ونهار دونك راهو باش يختم باش يخرج باش يتعرف على ناس باش يتعرف على ثقافات باش يبني مستقبل ولكن ايضا باش يبني شخصيته باش يبني ثقافته دونك هام جدا اني نلقى العربي نلقى الأجنبي نلقى الإفريقي جنوب الصحراء نلقى اللاتيني نلقى كل الأجناس والأعراق وهي تجربة في الأخر إنسانية واحد راهو يقرأ راهي تجربة إنسانية اي الحقيقه انا ديما نرجع للكلام تاع لي ستوديون اللي مشاو معانا ديجا قبل ديما نشوف الفيدباك نتاعهم الريتور نتاعهم كيفاش لانتيغراسيون كانت بالنسبه ليهم اسكو لقاو دي ديفيكولتي راديكا ولا الحقيقه الفيدباك والريتور من لي ستوديون اللي مشاو معانا الكلهم براتيكمون فرحانين الكلهم عجبتهم التجربه الكلهم بالعكس يشكروا فيها كديستيناسيون مش لاقين فيها صعوبات للعيش خاطر هي تنساش بلاد عربيه واحنا في الانتيغراسيون ما تتسمى ماهيش صعيبه دونك وعندنا جاليه تونسيه كبيره برشا وهم جدا ديما نحكيوا على جاليه تونسيه كبيره برشا موجوده في الامارات اي دونك انا الفيدباك نتاع العباد هذيك نزيد ننصح به العباد اللي باش تجيني ولي ستوديون اللي باش يجيوني ونزيد نعاونهم اكثر في معناتها في البروسيدور كيفاش باش تكون واضح فما حاجه سامحني حسين زيد تريز امبورطانت نحكيوا على 300 ابري 350 جور دو سولي معناتها في الإمارات معناه هذه حاجة بالحق على تقييمة كي تري تري امبورطون هذوما اللي يكرهوا فصل الشتاء خاصة لكم جماعة هذوما راهو يحبوا الصيف دونك به كيفاش ينجموا يتصلوا بكم في ايدج وورلد رانيا دونك ينجموا يتصلوا بنا سواء بار تليفون والا فيا لي ريزو سوسيو نتاعنا دونك فيسبوك والا انستغرام سينو بار تليفون على 56 695 250 ايدج وورلد دونك موجودة في تونس في لاك 1 وفي سوسة وفي سفيرس يعطيك الصحة يا لالا عايشك شكرا
شكرا ليك. بعد شويه العب يلا. عسلامه سيدي خويا. اهلا وسهلا. اعطينا الحمد لله. يا مرحبا يا سيدي عوديجه. وين وليد؟ وليد مكنش يا خويا. العبيد دقيقه مش مسافر. نقولوا مكنش مثالش راه نجموا نجموا نقولوا المعلومات الكل معي انا. عندك الضمانه ما تخافش. في دبي وليد. ايوه فوالا. ما تلزليش ياسر. فوالا. نزيد معطيات ما تهمش. استعرف اللي يعجبني فيه راجح يستعرف بلحظات. اعطيه لحظات باش نسبب باش يعطيه المعطيات الكل. العب يلا. فما الفلوس معك تعلق. يلا مليون للربح باش يحضروا معايا اليوم رياض النادي ولا صابرين خليفه منصور. دونك مليون للربح كالعاده. نجمه 600 نجمه واحد دياز باش تشاركوا معنا. يعطيك الصحه راجح. شكرا ليك. دونك رانيا ليندا بعد شويه ملي تقدم لكم الميتيو. احنا موعدنا يتجدد غدوه كالعاده. ما تنساوش ديما الو اف ام سبيسيال راديو كامبوس ما تلف الاربع زوز مواعيد دونك اسبوعيه الخميس والجمعه. كامل تحيات الفريق. عزه محمد شيحه كانوا معنا في الاعداد. مينوس في الاخراج. ايهاب وايمان الجدي في الديجيتال. انا حسن بلوي. السلام عليكم. نتقابلوا غدوه ان شاء الله. بالسلامه.